معايا على الهاتف واحد من الاسماء المحترمه جدا في نادي الزمالك دائما، الكابتن الكبير كابتن امير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق. يا كابتن امير صباح الخير عليك، مشرف ومنور. فلك يوم حبيبي، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كل امورك كويسه؟ الحمد لله تمام زي الفل. طيب هنسيب الاهلي والزمالك دلوقتي واسالك على منتخب مصر، متفائل ومطمن ان شاء الله لمواجهتي السنغال؟ والله بص، هم ماتشات صعبه طبعا، الماتشين صعبين، خاصه انا في رايي الماتش اللي هنا اللي صعب جدا. اللي فرقه السنغال فرقه محترمه، فرقه عندها لعيبه مختلفه في اوروبا وكل الناس عارفه كده، فرقه عندها امكانيات بدنيه قويه، لكن ما فيش حاجه يعني. انت الفرقه دي وصلت معاها فاينل ضربات جزاء وكنت ناقص لعيبه، لكن المهم اللي في القصه دي اللي انت لازم تبقى محضر كويس الماتش، لازم ان تقطع من حته الضغط اللي هتبقى على اللعيبه دي وحته الجمهور طبعا. النهارده يمكن احنا قلنا هيبقى 64400، فبرضه كل دي ضغوط، لكن اتمنى اللي يبقى في تركيز من اللعيبه، وهو ماتش كوره في الاول والاخر، انت 11 لعيب وهم 11 لعيب. انا شايف اللي هيبقى اعصابه اهدى واللي هيبقى مركز هو ده اللي هيفرق مع اي فرقه من الفرقتين، لكن انا شايف ان منتخب مصر يقدر، ما فيش حاجه مستحيل في الكوره، بس لازم اللي انت برضو ما تخشش مع فرقه زي دي في التحامات او في حته السرعات، هم يتفوقوا علينا. خلينا نتكلم، الافريقيا السمراء بتتفوق عليك، انت بتتفوق عليهم بكورتك، او اللي انت اللعيب المصري عنده كورته كويسه، اللاعب المصري ذكي، لكن زي ما قلت لك مباراه صعبه، لكن اللي اتمناه حتى لو ما فيش نتيجه ايجابيه ما تخسرش او ما يخشش، او حتى لو في تعادل تحاول ما تستقبلش. نقطه مهمه، يعني نقطه مهمه، مهم جدا اللي انت ممكن هناك ممكن الماتش، ممكن انت يعني تسير الماتش حسب ما انت عايز، لكن صح. انت اهم حاجه هنا، انا شايف اهم حاجه في المباراه اللي انت ما تستقبلش اهداف. كسبت 1-0، اتعادلت 0-0، كسبت 2-0، اهم حاجه ان انت ما تستقبلش اهداف. في ناس بتقول لك، مش انا يعني، في ناس بتطلع تقول لك انه ليه ما نكسبش هنا 3-4 عشان نرتاح في مباراه العوده، رايك ايه؟ لا، ما انت برضه ما بتلعبش مع فرقه من الشارع يعني، انت بتلعب مع فرقه برضه يعني فرقه تعبتك. انا سمعت حد والله بيقول كده يا كابتن امير، والله سمعت حد يقول كده، يعني هم برضه اكيد مركزين، والفرقه بتاعت يعني النهارده حتى لما بقرا لقيتهم هم كانوا في المغرب برضه عاملين تمرينه في المغرب، فالناس برضه هو حلم للمنتخبات كلها، فاكيد هم مركزين طبعا، اكيد هم برضه جايين يعملوا نتيجه ايجابيه. هي مش عارف يعني، برضه في مثل بيقول لك على قد الحفك مد رجليك، انت فاهم قصدي؟ يعني مش الكلام حلو قوي، لكن في الواقع لا، هي القوتين متساويتين، بل هم يعني عندهم زي ما قلت لك اتفقوا عليك في الله، برضه لعيبتهم كلهم محترفين في انديه جامده في اوروبا، كلهم بيلعبوا اساسيين، فبرضه يعني مش هتلاقي فرقه صغيره، لكن انت لو مركز يا رب نكسب 3-4، بس طبعا ما فيش حاجه مستحيل في الكوره، لكن انت بتلعب فرقه محترمه، فرقه منظمه، فرقه بطل طيب. افريقيا. طيب عايز اسالك، فلا يعني الكلام ده انا شايفه يعني بعيد شويه عن الواقع. طيب تشكيل منتخب مصر، رايك مواجهه الذهاب، مواجهه القاهره ان شاء الله يكون ازاي؟ والله انا شايف يعني برضو خلي بالك، في نقطه برضو اللي مقلقاني، مستويات اللعيبه بعد ما رجعت من البطوله، مش بتكلمش على الزمالك بس، حتى هتلاقي لعيبه في الاهلي، هتلاقي لعيبه في بيراميدز، يعني حسيت اللي حصل فيه هزه شويه في مستوى بعض اللعيبه، ده ممكن يكون الله اعلم من ايه، بس انا شايفه من تلاحم المباريات طبعا. يعني انا كريم، انا مع احترامي اللي بيحصل ده، اللي انت كل يوم ثلاث ماتشات، وانت اصلا لعيبه في مصر مش متعوده على كده، دي نقطه انا متخوف منها، اللي يبقى عندك ارهاق، انت فاهمني؟ لكن انا شايف اللي ممكن يعني، ممكن محمد الشناوي حراسه المرمى، عمر كمان ناحيه اليمين، الونش، محمد عبد المنعم، فتوح في نص الملعب، انا شايف اللي ممكن يبقى المني وعمرو السوليه وحمدي فتحي، ثلاثه في نص الملعب، وبتلعب ناحيه الشمال عمر مرموش، وناحيه اليمين محمد صلاح، وقدام مصطفى محمد. طيب مش عايز تستغل تريزيجيه من اول المباراه كلاعب متالق في الفتره الاخيره في الدوري التركي بشكل كبير؟ ما هو بص، هو متالق وكل حاجه، بس يعني بص، من اللي احنا شفناه قبل كده، هو عمر مرموش برده متالق، يعني عمر مرموش برده لسه جايب جون من اول امبارح في الدوري الالماني، وصنع جون، بيلعب فرقه كبيره برده ستوتجارت، فرقه مش صغيره، لكن هو برده خلي بالك الاجانب عندهم حته ثبات التشكيل دي، بتبقى يعني بتبقى اكتر من من اي مدربين، يعني هو هتلاقيه برده الحقيقه هو بيعتمد على عمر مرموش على طول في الامم الافريقيه في كل الماتشات بداها، فممكن تريزيجيه تستغله لو في نص الملعب، ممكن مثلا على حساب حمدي فتحي اللي ممكن
يبقى عمرو السوليه مع النني، وممكن تريزيجيه في الحته دي ممكن يشتغل، لكن انا في وجهه نظري الراجل هيبدا بعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى. كابتن الكبير كابتن امير عزمي مجاهد مدرب نادي الزمالك الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.